لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء بالكرب يتشح الوجود وبالبلاء مذ حل سبط المصطفى في كربلاء. يا ثاني الأيام في شهر الأسى يا ثاني الأيام في شهر الأسى أوريت في الأحشاء نارا تصطلى تتنفس الأرواح رزقك كلما ذكر الحسين بلا نصير في الفلا. في كلبة لبكات أشاهد رحله قد حل حيث قضى القضاء أن يرحل آه
آهٍ كأن الرمل خاطب أمه. شي يقول لها؟ يا بضعة الهادي استعدي للبلاء، فهنا ستجزرك الأضاحي صحبه وبنوه، ثم الطفل يلقى المقتلى وهناك تقطع للكفيل كفوفه. يا أبا الفضل، ويطيح مفضوخ الجبين مجدلا بعيد. يا فاطم لا تسألي تفصيل ما يفني الحياة إذا ذكرت مفصلا. يا عذرا، فهنا حسينك سوف يرمى قلبه. أيوا حسينا، فهنا حسين سوف يرمى قلبه بمثلث يبكي السماوات العلى. يا أبا عبد الله، بعد يا زهراء ايش تشوفين؟ وترين هرولة النساء لجسمه، وترين هرولة النساء لجسمه لما الجواد يجيئهن مهرولا. وإذا الحبيب على الصعيد معفرا، وإذا الحبيب على الصعيد معفرا، وين الغيارة؟ وعليه شمر بالمهند قد علا. حسين حسين حسين، وعليه شمر بالمهند قد علا. آه ربيبات الرسالة من هنا قد سووا بنساء الحسين، سووا بزينب، سووا بأخوات زينب، سووا ببنات زينب. آه ربيبات الرسالة من هنا، قيدنا بالأغلال ما بين الملا، يا ليت لم يأتي الحسين لبقعتي، بل ليت قاعي باللئام تزلزل. سويت يا كربلاء من يخاطبها؟ وجه سؤال حسين لأرض الغاضرية، باسايلك يا كربلاء ردي علي. جبريل منك أخذ تربة وطيبها يفوح، جدي تلقاها وعليها الدمع مسفوح. شي يقول له؟ يقول له في التربة يظل حسين مذبوح عاري ضامي، ويظل بكاء
كربلاء عاري رمي يا كربلاء من جيت ظل محتار مهري يا صوب خبري طيحتي وياك تور قبري والتربة اللي تشرب من ودور نحري من ياك ترب العجل رد جوابي لي ما أسمع صوتك قالت يا بن ست النساء وقفت حصانك والشرفتها بدوستك هذا مكانك تتغسل بدمك وسافيها أكفانك وبهالمكان الدوس صدرك لعوج موضع وقوفك طيحتك من فوق مهراك وبن راعي المعزة يحز وداج نحراك ضامي يا ابو السجاد وتشرف بقبرك واصير قبلة للملا صبح ومسي واللي بيركم على الجمان يقلط من عالم التكوين قبرا حفار وانخاط تتقطع زنوده ويطيح بجانب الشاط وبيكم أفاخر جنة الخلد العلي وام عزيزك يا شهيد وشبه جداك الأكبر علي مرسوم لحدا يم لحداك والطفل لازم يندفن يا حسين عندك وام البقية تندفن كلها سوي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد
لازلنا تحت عنوان الحجاب قناعة أم فريضة. في الليلة الماضية تحدثنا عن الحجاب وقلنا هل أنه من المواضيع التكوينية، وصلنا إلى نتيجة أنه لا، وهل هو من المواضيع العرفية أيضا قلنا أنه لا، وصلنا إلى نتيجة بأنه من المواضيع الشرعية البحتة كالصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة. قلنا هذه المساحة غير متاحة للتشخيص العرفي وغير متاحة للقناعة الشخصية، إنما هي فريضة. هنا أحب أن أتحدث عن أمر لعل البعض فهم الفكرة خطأ. نحن لسنا في مقام التعريض والإهانة إلى الأشخاص الذين لا يتبنون هذه الفكرة، نحن نقاشنا نقاش علمي، نقاش عقلائي، نقاش منطقي، ولا يوجد في النقاشات العلمية تعريض ولا إهانات، إنما تعال اقرأ الأدلة وانظر هل يحق لك أن تنادي بالحرية الشخصية في المواضيع الشرعية لو ما يحق لك. تعشني في هاي النقطة، أنا لم أتحدث لا عن نوع الحجاب ولا عن خصوصيته ولا عن ملامحه ولا هل أن المرجع الفلاني يجوز كذا ويحرم كذا، لا، كانت الفكرة الأساسية في المرحلة الأولى أردنا أن نثبت للجميع سواء من يقتنع بالفكرة أو لا يقتنع بالفكرة أنه تصنيف الحجاب موضوع شرعي، الموضوع الشرعي ليس خاضعا للقناعة الشخصية وللحرية الفكرية، إنما هو خاضع إلى تقييم الشارع المقدس. لذلك إذا أردنا أن ننتقد علينا أن نتعرف على فلسفة الأحكام والتشريع. لذلك من هنا أريد أن أدخل إلى نقطة مهمة ونقطة حساسة حتى نعرف ليش الله تبارك وتعالى جاء يشرع الحجاب. نحن نعلم علما قطعيا أن الله تبارك وتعالى إنما صب الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية على أساس الفطرة البشرية، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، كون الرجل بمكونات والمرأة بمكونات، فمن أراد أن يعترض عليه أن يعترض على الله سبحانه وتعالى فيقول لله لماذا فرضت الحجاب على المرأة ولم تفرضه على الرجل. تعال نناقش هاي المسألة، نقول هل الحجاب فعلا زين يحد من عمل المرأة ومن حرية المرأة، ولماذا لم يكن هناك سفور بدل الحجاب؟ تعال نعكس السؤال ونقول لماذا علينا نحن أن نقبل بالسفور وننبذ الحجاب. لما تغير السؤال يمكنك أن تفكر بطريقة صحيحة وتنظر إلى الأمر من زاوية أخرى. هل تقبل على زوجتك، على أختك، على ابنتك، على والدتك أن تكون سافرة وأن تكون سلعة تنالها أعين الناس وتنالها شهوات الناس؟ أساساً الإسلام من إجى يضع الأحكام وضعها لأجل المصالح العامة. لما إجى خلق المرأة خلقها كتلة أنوثة، كتلة إثارة، ومن تصير بين أيدي الرجل، الرجل الله خلقه بطبعه يستثار من أقل القليل،
لذلك الله تبارك وتعالى حفاظا على المرأة وحفاظا على قدسية المرأة ما جعلها في متناول الرجل ينظر لها متى شاء وأنى شاء. وأشرنا في الليلة الماضية على أن المرأة يعتبرها الإسلام من مقدساته وحرماته، لذلك لا يجوز انتهاك الحرمات، أعطاها الحجاب حتى يحفظ كرامتها، ولا يكون السفور سبباً في انحراف المجتمع، سبباً في الفتن، سبباً في الاغتصاب، سبباً في الحوادث اللي نسمعها. فالحجاب أساساً وضعه الله تبارك وتعالى للأمن الاجتماعي، الأمن الاجتماعي. مثلاً تعال نقرأ في المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية حتى إذا تريد تجيب على السؤال ليش نقبل بالحجاب، أنا أقول لك ليش نقبل بالسفور. تعال اقرأ في المجتمعات الغربية، يعتبرون المرأة يعني من حيث الكرامة مبتذلة، كل شيء يزين بالمرأة بجسدها بأنوثتها بمحاسنها، كل الدعايات الأفلام العروضات تقودها المرأة بجسدها وبمحاسنها، هذا ابتذال، هذا مو قيمة إلى المرأة إطلاقا. هل تود المرأة أن تكون سلعة للجميع؟ الكل طالع بيها، الكل يتلذذ بيها، الكل يستشعرها، الكل المرأة تريد هالشكل؟ فلا بد أن ننظر إلى فلسفة التشريع، الله ما شرع شيء يعني عبث. زين هاي جهة، نجي للجهة الثانية. الجهة الثانية أنت من تجي تقول لي حرية شخصية وأنا أريد أمارس حريتي الشخصية، لابد هنا أن ألفتك إلى ثلاثة أمور مهمة في ممارسة الحريات في أي مجتمع إن كان. لما تجي المرأة تمارس حريتها إما بكشف الرأس أو جزء من الرأس أو ما شابه ذلك، وتقول أنا مو مقتنعة بالحجاب وأريد أعبر عن حريتي في الخارج، الحرية لا تكون حرية إذا مارسها الرجل أو المرأة في فضائه الخاص، هاي مو حرية. الحرية حتى تكون حرية لابد تكون إلها قيمة أخلاقية حتى تسمى حرية. أليست الحريات من القيم والمبادئ اللي الله أعطاها الإنسان، أعطى الرجل وأعطى المرأة؟ أكو حرية دينية وأكو حرية عبادية وأكو حرية سياسية وأكو حتى يصير إلى الحرية قيمة لابد أن تكون في مجتمع قيمي، هذا المجتمع القيمي يقبل هالنوع من الحريات. إذا كان نظام هذا المجتمع لا يقبل فكيف أنادي بحريتي التي تكون فيها تعد على الحرية العامة؟ الإسلام ما يقبل، الشرع ما يقبل، المراجع لا تقبل، حتى من يجوز كشف الوجه يحرم على المرأة أن تخرج شعرها من الحجاب. ماكو عندنا فقيه يجوز ذلك، هذا خلاف الحرية القيمية اللي إلها قيمة أخلاقية وقيمة اجتماعية. لابد أن ننظر إلى هذه الأمور. إذا تريد تقيمني، تريد تقيم دينك هل هو أحكامه تتناسب معك أو لا، لا تنظر، هذا الأمر الثاني، لا تنظر إلى الإسلام من حيث القيم الغربية أو حضارة أخرى أو ثقافة أخرى، هذا خطأ. أنت تقيمني من خلال مبادئي، هسه مثلاً أروح إلى مجتمع غربي وأجي أقيمهم دولة كذا ودولة كذا، أنا غلطان مو هم، لأن هذه هي قيمهم اللي تربوا عليها وعاشوا عليها. تعال أجي أقيمه بحسب قيمه، أجي أقيمه بحسب مبادئه، بحسب الضوابط التي تربى عليها وعاش. ليش تجي تفرض علي
تقول لي المفروض أفعل كذا والمفروض أصنع كذا، وتحاسبني بسبب الانفتاح على الثقافات الأخرى، أو أن هناك من ينادي بأن المرأة في المجتمع الإسلامي مضطهدة، المرأة في المجتمع الإسلامي مضيق عليها بسبب الحجاب. هذا مو تقييم للأسس الدينية. تعال ناقشني في ثوابت الدينية حتى تقدر تحاكم الدين في مسألة الحجاب. اقرأ ليش شرع ولماذا وضع ولأي الأسباب حتى تكون على بصيرة، مو مجرد قناعة والله أنا اقتنعت كان بها، ما اقتنعت انتهى الموضوع. لا، القضية قضية دقيقة جدا، لابد أن ننظر إلى هذا الأمر. زين، هذول أمرين. نجي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، دائما ننظر إلى الآثار. الحجاب إلى آثار اجتماعية، والسفور إلى آثار اجتماعية. الآن عادة الأحكام الشرعية أو القوانين الوضعية توضع إلى الحالات الخاصة لو توضع إلى الحالات العامة. كل القوانين توضع إلى الحالات العامة، ودائما لكل قاعدة شواذ. أجي إلى المجتمع الإسلامي وأنظر في القاعدة العامة، ماذا يقول المسلمون في الحجاب؟ المذاهب الإسلامية، المذهب الإمامي، كل علماء المسلمين. أكو عالم من علماء الإسلام يقول إن السفور جائز، أم يقول أن الحجاب واجب؟ لابد أنظر إلى المصلحة العامة أين تكمن. مخالفة المصلحة العامة بما فيه ضرر لا يجوز بإجماع الفقهاء. هاي ثلاثة أمور إذا تريدني أسلم بأنه يجوز لك أن تبدي بحريتك الشخصية في موضوع شرعي، جاوبني على هاي الثلاثة. وهذا مو بس في المرأة، مو بس في قضية الحجاب، أي قضية مخالفة للشرع والدين حتى بالنسبة للرجل. يجيك واحد يقول لك والله أنا ما مقتنع بعدالة الله، بعدل الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، ما مقتنع برحمة الله. لا تقتنع، شو المشكلة يعني؟ لا يغير من رحمة الله ولا من عدل الله شيء. لكن من نجي نتحدث عن العدل الحقيقي ونتحدث عن الرحمة الحقيقية وناخذها خطوة خطوة، أنت تقتنع بأنه لا يوجد رحمة في الكون كله كرحمة الله تبارك وتعالى. لذلك تجاوز الخطوط العامة، تجاوز الخطوط الأساسية في الحياة مشكل، وما تدري إلى وين رايح المجتمع. اليوم ننادي بالحرية الشخصية، وباكر ننادي بمدري شنو، واللي بعده ايش راح يصير؟ هل تتوقع بعد سنوات تستطيع أن تسيطر على أسرتك؟ تقدر تسيطر على زوجتك، على أولادك، على بناتك؟ ربما يفلت منك الزمام بسبب شنو؟ اليوم عندنا هاي الحرية نريد نمارسها، وانت ما إلك علاقة بي، ولابد تعطيني حرية، ها، مساحة أستطيع أن أشعر بأنني حر. الحرية إذا كانت خارج النظام الإنساني أولا، ها، نظام الإنساني، وخارج النظام الشرعي، ثق تماما أنها ليست حرية. شلون النظام الإنساني؟ لاحظ بعض الأحيان، حتى هاي مسألة خليها ببالك، حتى لو هناك بعض المراجع من يجوز كشف الوجه، أيضا هذا الفقيه يوجب على المرأة التي تملك حسنا وجمالا ملفتا وفاتنا، يوجب عليها أنها تغطي وجه. ليش؟ لأنه فيه أذية للآخرين، لأنه سبب في انحراف الآخرين، سبب في تلذذ الآخرين،
وهذا قبل أن يكون أمر شرعي فهو أمر إنساني. ارحم غيرك حتى الله يرحمك. فهي مو حرية شخصية، لا، هذا تعدي على الحرية العامة، هذا تعدي على الحرية الدينية. لاحظ. إذن خلاصة هذا كله، تعرفنا على أن الحجاب مو قناعة، الحجاب شنو؟ فريضة، وبينا ذلك وطرحنا أوجه منطقية عقلائية، وننتظر الجواب على ذلك اللي عنده اعتراض على هاي الأوجه يجي يقول والله أنا عندي اعتراض وما مقتنع بالحجاب. إجا القرآن الكريم وبدأ بالآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. البارحة تحدثنا عن غض البصر، وقلنا أن الإسلام والقرآن يدعوان إلى الحجاب الباطني قبل الحجاب الظاهري. من يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يريد يعلم المرأة على أن تكون تقية، على أن تكون عفيفة، لا تنظر، لا تتفرس، ولا تنظر إلى التفاصيل في من يقابلها من الرجال، حتى لا تؤدي هذه النظرة لمن؟ إلى الريبة أو إلى الشهوة أو إلى تحرك بعض الغرائز في الإنسان. المرأة مثل الرجل، قابل أنها تفتتن برجل كما أن الرجل قابل أن يفتتن بامرأة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ها: ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طيب شنه اللي ظهر منها؟ في الروايات الوجه والكفان فقط، أما القدمان هل يجب سترهما؟ بلا إشكال ولا ريب، لأنها جزء من عورة المرأة، يجب سترهما ويجب إخفاؤهما. يجيك تسأل امرأة لازم ألبس الجورب، شلون أنت تخفي هاي العورة؟ بس بأجلكم الله الحذاء، لا، لا بد مما يسترها تماما عن أعين الناظر. هذا ما يقضيه القرآن الكريم. ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار شنو؟ الخمار ما يوضع على الرأس. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب شنو؟ الصدر. شقت جيبها يعني شقت موضع الصدر، بمعنى أنها تغطي المساحة هذه كلها. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هاي زينة تختلف عن تلك. زينة الرجل تختلف عن الزينة العامة. المرأة بالنسبة إلى الرجل لا يوجد شيء اسمه عورة، والرجل بالنسبة للمرأة لزوجته يعني لا يوجد شيء اسمه عورة. الحدود مفتوحة، لكن يبقى شنو؟ الآية المباركة جاءت بتفصيل. أقرأ إليك هذا التفصيل حتى نكون على بصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. راح أقرأ لك الآية وبعدين أفصل. أو آبائهن، آباء الأزواج، أو آبائهن اللي هو أبو الزوجة، أو آباء بعولتهن باصطلاحنا احنا عمها،
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، تزوجت زوج وعنده أولاد، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شوف لاحظ، قال الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وبعدين فصل: أو آبائهن أو آباء بعولتهن. أنت من تقرأ هاي الآية يجي في بالك أن المرأة تظهر من الزينة لزوجها مثل المستوى اللي تظهر إلى أبوها أو عمها أو أولادها أو إخوانها أو الباقي؟ أكو تفصيل في الآية المباركة. زين، هذا التفصيل من وين نشوفه؟ نراه في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، لما سئل ما هي الزينة أجاب: الزينة ثلاث، أكو زينة للزوج، وأكو زينة للمحارم، زينة للمحارم، وأكو زينة عامة. إلا ما ظهر منها هاي الزينة العامة تحدثنا عنها. أكو زينة خاصة للزوج مهما تزينت لزوجها فلا إشكال في ذلك، الحدود مفتوحة. قال: وما حد زينة الرجل أمام محارمها؟ قال: الوجه والكفان وما دونهما، يعني الكف وما دونه إلى أطراف الأصابع. قال: واليدان. قال: العضد وما دونه. العضد على قولتنا احنا في الزند، من الزند الى نهاية الاصابع، والخلخال وما دونه، يعني من الخلخال وتحته. الخلخال وين يوضع؟ يوضع مثل ما قالها المؤمن عند الجوزة، مفصل الرجل، مفصل القدم إلى تحت. هذا المقدار اللي الإمام عليه السلام بيّنه، كيف تظهر المرأة أمام إخوتها، أمام أبيها، أمام عمها، أبو زوجها. القضية مو قضية أن الله سبحانه وتعالى إجي يضيق عليها الخناق، لا، إنما جاء ليعلمها أنها من أعظم حرماته، من أعظم مقدساته. فإذا المرأة كائن عظيم، المرأة مخلوق عظيم بما في الكلمة من معنى، المرأة استطاعت أن تغير مجرى التاريخ، استطاعت أن تقدم لله وللإسلام ما لا يستطيع الرجال عليه. تعال اقرأ هذه الكلمة المنسوبة للإمام الحسين عليه السلام: شاء الله أن يراهن. شنو؟ سبايا، تكليف. هذا شاء الله يعني تكليف الله تبارك وتعالى. خلي ببالك هاي الكلمة: مثل ما كلف الحسين بالقتل والشهادة، كلف زينب بالسبي، وزينب امرأة، الشهادة والسبي مكملان لبعضهما. لولا سبي زينب من ذا الذي يعلم بما حصل للحسين عليه السلام، ومن ذا الذي يعلم بظلامة الحسين لولا زينب؟ لذلك أخذهن معه إلى كربلاء حتى يكون إلى المرأة دور فاعل، يكون إلى المرأة دور رسالي، دور ديني، دور توعوي. وفعلا مشى الحسين بأصحابه ونسائه، وإذا بأحدهم يكبر. ماذا ترى؟
قال إني أرى نخلا. قال الحسين ما عهدت أنها هنا نخلا. الحسين عنده خبرة بهذا الطريق أيام خلافة أبي بالكوفة ذهابا وإيابا، يعرف هذا الطريق زين. قال تفحصوا، ذهبوا يتفحصون وعادوا. أبا عبد الله إنا نرى أسنة الرماح وآذان الخيل. قال أمنوا حرمات رسول الله، أمنوا النساء، هاي القوارير اللي أوصى بهن رسول الله. الله الله في القوارير، أصحاب القلوب الرقيقة أمنهم الحسين عليه السلام. فإجا الحر بأصحابه، تروعنا الفاطميات وأحاط بحرم الحسين. فقال الحسين ثكلتك أمك يا حر. قال الحر من ذا الذي يرمي أمي بالثكل؟ قال أنا الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الحر معذرة لك يا أبا عبد الله، ماذا أقول وأمك الزهراء البتول، ولا يسعني إلا أن أذكرها بأحسن القال. هنيئا لك يا حر وأنت تحترم الزهراء ومقامها. شوف سوى هذا الاحترام إلى الزهراء، رزقه الله الشهادة. صار يتحدث مع الحسين، شتطلب انت شتريد؟ قال اختر لك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. أصحابي من ذا الذي يعرف الطريق على ضوء الجادة؟ قال الطرماح أنا يا أبا عبد الله. قال تقدم وحد بحدوك حتى يهدأ روع الفاطميات. تقدم الطرماح، هاي الأبيات عليك تقراها. هاش قال الطرماح يا ناقتي لا تجزعي من زأ وشمري قبل طلوع. بخير رويك بان وخير ساب، يا مالك النفع معا والضار، أيد حسينا سيدي بنا على العنايان سليلا يص. سكت هنيئة ثم نادى يا زينب الطهر وبين ألا استعدي للسياط؟ بينما السبط بأهله مجدا بالمسير، فإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم بناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينا، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قالوا هذه كربلاء. قال كربون وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ما القلع. أصحابي هذه موضع خيامنا،
هاهنا تقتل رجالنا، هاهنا تذبح أطفالنا، هاهنا تسبى نساؤنا، هاهنا يصعد شمر على صدري. إن كان هذه كربلاء بشرب بلا ونزلوا ترى الآيات على ما، لكن بجانب النار نقضي واجسادنا تبقى على الغبر سلي. كم شاف ما يهنى شباب يظل معفو واحنا بثرى نضيل عرايا مالنا، هذه مصارعنا وهذا يوم طير المنون اسمع على راسي نعي. وبعد ما يظل الحسين على التراب تبقى زينب وحيدة فريدة، لا محامل لها ولا نصير. قل لأخويا حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال. أي خيامك اللي نصبتها يا أبا عبد الله؟ حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلبه فقد الرجال. خويا والله ما ظل لنا جلد لركوب، الجمال ما هودت عيني ولا ساعة من الليل. يلا وياي خويا لا تقول، لا تقول عني سافر وما ودعوني، خويا لا تقول، لا تقول ما ودعوني وشاله وخواتي وللقبر ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، المسببون تقبل اللهم عملهم واوسع في أرزاقهم، واقضي حوائجهم وارحم موتاهم. وعلى الخصوص الوالد العزيز أبو أحمد إلى روحه وأرواح أسلافه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. Ah.
الله.